السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة كده مبدئيا عايزة اقول لكم، احنا في الشرقية طبعا بنبيع الطعمية، بنشتري الطعمية، يعني الطعمية بجنيه، تمام؟ يعني الخمسة بخمسة جنيه والعشر طعميات ب10 جنيه. فانا قلت كده اجيب عجينة طعمية، جبت ب10 جنيه طعمية، وقلت عايزة اشوف الفرق هيبقى قد ايه، او ممكن يكون مفيش فرق اصلا، تمام؟ فبنشوف كده دلوقتي مع بعض. جبت العجينة كده وشكلتها، لازم بتبل ايدك مية علشان مش يلزق في ايدك. بعد كده بتحطها في زيت سخن، الزيت يعني يكون سخن جامد، وكمان يا جماعة يكون كتير، تمام؟ ابتدي كده احط بقى، اول ما تاخد اللون الذهبي بقلبها على الجنب التاني. هبتدي بقى اخرجها كده من الزيت واصفيها كويس من الزيت، تمام؟ بتحطها في مصفى طبعا علشان طبعا الزيت يصفى تماما، لانها بتشرب الزيت كتير. هبتدي بقى كده اصفي واطلع كده قدامكم. مش تنسوا بقى تعملوا يا جماعة لايك وكمان اشتراك في قناتي لأول مرة اشوف قناتي. وهنا يا جماعة عديتها بصراحة، زي ما قلت لكم بنجيب العشر طعميات ب10 جنيه، هنا لقيتهم 14 طعمية، قلت برضه في فرق شوية. مش تنسوا بقى تعملوا لايك واشتراك في قناتي لأول مرة اشوفها، وفعل زرار الجرس عشان يوصلكم مش عارف بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.